بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة لمسار الإعلام المتخصص. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الفرق ما بين الإعلام المتخصص والإعلام الجماهير أو الإعلام العام، وقلنا أنه في عدة عناصر ممكن نجد من خلالها الفرق ما بين، هي عناصر العملية الاتصالية ما بين الإعلام المتخصص والإعلام الجماهيري من حيث الرسالة والوسيلة والخبرة المشتركة والهدف ورجع الصدى. المحاضرة الماضية لم نكمل رجع الصدى، سنتكلم عن رجع الصدى، نكمل النقطة السابعة. بالنسبة لرجع الصدى لا ترجع المعلومات، لا يترجع الصدى بشكل دقيق للقام بالاتصال في الإعلام الجماهيري. زي ما أنتم عارفين أن في الإعلام الجماهيري زي الإذاعة التلفزيون الفضائيات رجع الصدى بيكون محدود قليل، فبالتالي لا يستطيع القام بالاتصال التعرف على مدى نجاح الرسالة الإعلامية. يعني الفضائيات، الإذاعات، الصحف بتصدر الرسالة الإعلامية سواء كانت صحف أو إذاعة أو تلفزيون، وبكون رجع الصدى فيها محدود قليل، يعني ما بتعرفش إنه هل الرسالة هذه صحيح حققت الهدف المطلوب منها أو لم تحقق الهدف المطلوب. فبالتالي رجع الصدى في الإعلام الجماهيري بيكون رجع الصدى محدود وقليل، يعني ما بنقدرش نعرف مدى نجاح الرسالة الإعلامية بشكل جيد. بينما في الإعلام المتخصص بنلاحظ انه رجع الصدى بيكون بشكل دقيق وبشكل سريع، يعني وانت على مواقع التواصل الاجتماعي بتنزل خبر، الكل بتفاعل معاه، الكل بعلق عليه، الكل بعمل له مشاركه، الكل بعمل له تعليق واعجاب وهكذا. فبالتالي رجع الصدى في الإعلام المتخصص بيكون رجع سريع، لأنه بكون في شيء مشترك، وبالتالي يعرف القائم بالاتصال إذا كان إن كانت قد استطاعت تلبي احتياجة الجمهور أم لا. في الإعلام المتخصص أنا بعرف إنه رجع الصدى بيحدث بشكل فوري، فبعرف إنه هل الرسالة هذه يتم تغييرها ولا يتم مثلا زيادتها ولا أي شيء يتم، لأنه بعرف إنه هل الرسالة الإعلامية هذه حققت الهدف المطلوب منها ولا لا، بناء على رجع الصدى المرتد من الجمهور. طيب نتكلم برضو اليوم عن إيجابيات الإعلام المتخصص وسلبياته. هل يوجد إيجابيات الإعلام المتخصص وسلبيات؟ نعم، الإعلام المتخصص يستطيع يحقق زي ما حكينا في السابق عدة إنجازات وعدة أهداف، لكن برضو يوجد له إيجابيات معينة تميزه عن الإعلام الجماهيري، حيث أن التخصص نحن نعرف أن التخصص يحقق فوائد عديدة في مجال الإعلام المتخصص. أول شيء إيجابياته، أول شيء أنه لم يلبي احتياجات ورغبات واهتمامات الجمهور الموجه له، لأنه معد خصيصا لكي يلبي مطالبه. كيف يعني؟ أول شيء من إيجابياته أنه بلبي احتياجات، والله أنا ما عنديش المعلومات الكافية عن المجال الرياضي أو المباريات الرياضية، فبالتالي مين اللي بده يلبي الاحتياجات هذه ويشبع الرغبات هذه من خلال الإعلام المتخصص في مجال الرياضة أو في مجال الصحة في أمراض معينة مثلا. فبالتالي الإعلام الصحة والإعلام الطبي هذا بوصل معلومات كاملة وتفصيلية للجمهور اللي ببحث وبشح عن المعلومات هذه عشان يشبع رغباته واحتياجاته واهتماماته. هذا أول إيجابية. الإيجابية الثانية إنه إعلام يهتم بالأذواق المختلفة. طبعا احنا عارفين إنه الناس بينها أذواق كتير مختلفة، وفي بين مختلفات كتير ما بين إيش أذواق الجمهور، خصوصا لما نتكلم عن الجمهور بشكل عام، الجمهور العريض هذا. فبالتالي عنده أذواق مختلفة وحسب الفئة الذي يخاطبها من حيث السن أو النوع، فبالتالي لكل شخص فيه له اهتمامات وله ميول، فبالتالي الإعلام المتخصص بحاول يشبع اهتمامات وميول ورغبات هذه الفئات المختلفة. الاهتمام بجمهور محدد، انت حددت جمهورك، فبالتالي انت بتودي له رسالة بناء على خصائص جمهورك المخصص المحدد هذا، بالتالي هذا انت
بتوصل رسائل متخصصة للجمهور المتخصص. من ضمن برضو الإيجابيات اللي هو الاهتمام بالعادات والتقاليد وثقافة الجمهور، ثقافة المجتمع في المجتمع وثقافة الجمهور في المجتمع الذي وجه له رسالته. يعني من خلال الإعلام المتخصص أنا بهتم بالعادات والتقاليد والقيم الموجودة في هذا المجتمع، في هذه الفئة الموجودة، وبالتالي هذا بخلي من خلال بيكون الاهتمام من خلال التواصل والتفاعل بين هذا النمط من الإعلام والجمهور. يهتم بالقضايا والموضوعات المختلفة، بمعنى الإعلام المتخصص أصبحنا يوجد قضايا كتير، لو بدك تلم أنت بكافة القضايا الموجودة في وسائل الإعلام مش هنقدر نكون محاطين بيها، فبالتالي أصبحنا نميل إلى أنه نهتم بالقضايا اللي القضايا المتخصصة في مجال معين. ما بنقدر نكون ملمين بكل العلوم، زي ما حكيتكم في السابق انه في عنا تخصصات، التخصصات هذه صارت امر واقع في حياتنا، ما بنقدرش احنا نقول والله هذا انسان ملم بكافه التفاصيل، ممكن تكون انت عالم شيء، بتعرف شيء عن شيء عن من كل شيء، لكن ما بتعرفش كل شيء عن كل شيء. واضح؟ فبالتالي انه الاعلام المتخصص يهتم بالقضايا والموضوعات المختلفه ويمنح وقت أو مساحة أكبر من الوسائل العامة للقضية التي تحتاجها الجمهور. يعني أنت حابب تحكي تعرف عن السياسة، عن العلاقات السياسية بين الدول، في قنوات خاصة في هذا المجال. حابب تعرف معلومات دقيقة تفصيلية عن المجال الرياضي، في كتير في هذا المجال قنوات. وحتى أصبحنا نميل للتخصص التخصص. كيف يعني التخصص التخصص؟ يعني الرياضة شاملة، صحيح مفهوم عام كمان الرياضة، لكن في عنا تخصص الرياضة، أنواع الرياضة نفسها، هل هي رياضة نسائية، رياضة رجالية، هل هي رياضة فردية أم رياضة جماعية، رياضة عنيفة ولا رياضة غير عنيفة، وهكذا. فبالتالي في عنا كثير أصبحت قنوات ووسائل إعلامية متخصصة فقط في مجال الرياضة، أو في مجال مثلا المسلسلات، أو مجال الأفلام أو الأغاني، في قنوات خاصة مثلا بالمسلسلات القديمة أو المسلسل أو الأفلام القديمة بالأبيض والأسود، في مسلسلات خاصة بالأفلام الهندية أو الأجنبية أو المدبلجة وهكذا. فهذه قنوات خاصة أصبحت موجودة. التخصص في مجال هذا المجال جعل النتائج العلمية أكثر دقة وعمقا عما كانت عليه في السابق. يعني بمعنى هذا في المجال البحث العلمي، أنا لما بدي أعمل بحث وحددت جمهور بشكل دقيق بقدر أعرف إيش خصائصه وإيش أنماطه وإيش مشاكله وإيش الأمنيات وإيش الإشكاليات اللي بيواجهها، لأنه في الحالة هذه أنا بكون أكثر دقة وأكثر عمقا في طرح الأسئلة وفي طرح وفي جمع المعلومات وفي توصيل المعلومات لهذه الفئة المتخصصة. وبالتالي التخصص بخليك تحصل على معلومات دقيقة جدا من الجمهور المتلقي عن طبيعة المشكلة أو طبيعة الحدث أو أهداف البحث وهكذا، بخلاف أنك أنت تعمل وتجمع معلومات من جمهور عام. ففي الحالة هذا يعطيك معلومات عامة مش متخصصة، مش دقيقة، مش مفصلة للمشكلة أو للحدث. بالتالي هذه أهم المميزات اللي بنهتم من خلالها، اللي بتكون في إيجابيات الإعلام المتخصص. طيب هل له سلبيات الإعلام المتخصص؟ طبعا له سلبيات، يوجد العديد من السلبيات للإعلام المتخصص. زي إيش السلبيات؟ إنه انغماس كل فرد في مجال تخصصه، وبالتالي انعكس ذلك على روح التكامل الثقافي دون سعي جدي إلى استيعاب المعارف المختلفة في التخصصات الأخرى. بمعنى أصبح في عنا أنك أنت صحيح تكون ملم بالتخصص اللي أنت فيه، لأنك اللي بتدرسه، لأنك أنت اللي بتمارسه أو اللي أنت بتشاهده، لكن عندك ناش نقول مثلا أمية، لكن عندك عندك عدم معرفة بالقضايا الأخرى بالمجالات الأخرى. زي مثلا ما بنلاحظ ممكن إحنا تكون عنا
الجمهور متعمق وما عنده معرفة تفصيلية عن المجال الرياضي مثلا في كرة القدم و لكن ما عندوش شيء إلمام بالحياة الثقافية بالحياة السياسية أو بالأمور السياسية الموجودة في سواء في المجتمع أو المجتمع الخارجي. بالتالي هذا من سلبيات الإعلام المتخصص أو التخصص بشكل عام، إنه الجمهور أو المواطن المتخصص هذا أصبح منغمس أكثر في تخصصه، ولكن ليس عنده دراية بالأمور الأخرى في الجوانب الأخرى المختلفة. وزي ما حكينا أنك أنت كصحفي وكإعلامي يجب أن تكون ملم بكافة التفاصيل يعني والأمور الحياتية الموجودة في المجتمع. ما بينفع مثلا، وهذا من سلبياته، أنك أنت تكون عندك إلمام فقط بالجانب الرياضي أو الجانب مثلا البيئي أو الجانب مثلا الطبي وأنت ما عندكش معلومات عن الجوانب الأخرى. تمام، فهذا برضه من الاشكاليات اللي بواجهها ومن السلبيات اللي ايش اللي بواجهها الاعلام المتخصص. نفس الشيء اللي ابتعد عن بقيه انواع المعرفه والعلوم. يعني مثلا كنا في السابق ندرس الاعلام بشكل عام، تكون في عندك قدره على العمل في مجال الصحافه او الاذاعه والتلفزيون بشكل عام اعلام، لكن الحين اصبح الاعلام متخصص اكثر وفي مجالات اخرى كثير متخصص في مجال ممكن للعمل في مجال الاعلام، زي مثلا الصحفي، والصحفي هذا برضه مجالاته كثير، ممكن تكون في تحرير او مصمم او مصور وهكذا. وكذلك بالنسبه للاذاعه وبالنسبه للتلفزيون وبالنسبه دخلنا للتصوير ودخلنا مثلا للاذاعه، هل انت مقدم تحرير وهكذا. الاعلام الجديد وما له وما عليه بالنسبه ل صناعة المحتوى، حكاية إنتاج المحتوى وهكذا. فبالتالي أصبح الجمهور يميل للتخصص ويبتعد عن التخصصات الأخرى. يعني بمعنى ممكن يكون أنت عندك إلمام بالإعلام الجديد لكن ما عندكش القدرة على العمل في مجالات الإعلام الأخرى زي الصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون. فبالتالي هذا خلانا في أن ابتعاد عن بقية أنواع المعارف والعلوم. جاءت الإعلام المتخصص جاب مشكلات ومخاطر وسلبيات يصعب في كثير من الأحيان السيطرة عليها، مثل المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي أتت بها التكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي. بمعنى أنه أصبحت التكنولوجيا هذه برضو المتخصصة في المجال تسبب لنا مشاكل. زي إيش مثلا؟ تمام، جاءت بمشاكل بيئية واقتصادية واجتماعية. يعني حكاية التكنولوجيا الحديثة الحين في مجال الإعلام والتخصص أصبح في عزلة اجتماعية داخل البيت الواحد. يعني بمعنى كنا في السابق نقول إنه التكنولوجيا هذه خلت العالم قرية كونية واحدة، وإنه في إمكانية إنه تتواصل مع أطراف العالم مع دول العالم. لكن اللي بنلاحظه نتيجة التكنولوجيا الحديثة إنه البيت الواحد أصبح بمعزل عن الآخرين، كل إنسان عنده عالمه الافتراضي، وهذه مشكلة من المشاكل اللي خلتها عنا التكنولوجيا الحديثة. يكون التخصص في مجالات دقيقة غير مفيد بل منافي لقيم وأخلاق المجتمع، وهنا يكون التخصص فقط لعامل الربح وليس لعوامل الفائدة أو المصلحة للجمهور. زي مثلا زي ما حكيت لكم بالنسبة للقنوات الفضائية، القنوات الفضائية أصبحت الآن تقدم مضمون إعلامي مثلا متخصص لأبعد الحدود. كيف مضمون محتوى إعلامي؟ زي مثلا تتناول مثلا الأفلام القديمة، الأفلام الجديدة، الأفلام الأكشن، الأفلام مثلا أو المسلسلات أو الأغاني، وهذا كله ممكن يكون غير مفيد. التخصص لا، يعني أنا مش لازم أن يكون في قنوات متخصصة في مجال مثلا المسلسلات أو الأفلام أو الأغاني أو الأغاني الأجنبية أو الأغاني القديمة وهكذا. فبالتالي التخصص هذا لا، أنا ممكن يعني أشاهد فيلم أو مسلسل لكن ما يكونش في عندي قنوات متخصصة في بشكل دائم في المسلسل. فبالتالي أنت هيك وجهت الجمهور أنه يشاهد أشياء دائما وتضيع وقته بدون تحقيق أي شيء من الفائدة. فبالتالي هذا برضو التخصص كثير ممكن ما يفيدش الجمهور أو المجتمع، بالعكس أنه يضيع وقته، أنه ممكن برضو ما يستفيدش منه، وبالتالي يتلاقيه يغرق في هذه الرسائل. يعني بمعنى يتعرض لكم كبير من التخصص هذا
ومش هيكون على حساب زي ما حكينا في السابق على حساب العلوم الأخرى. يعني أنا صحيح أنا ملم مثلا بأدق التفاصيل في المجال الرياضي، بعرف قديش اللاعب اشتروه، قديش باعوه، قديش من يلعبوا، معلومات تفصيلية دقيقة جدا، لكن برضه ما بتهمنيش، ما بتفيدنيش، على بتكون هذا الوقت على حساب أمور أخرى المفروض أن أكون أنا ملم فيها. طيب، انفصال معرفي ما بين العلوم والفنون والآداب، بمعنى أنه أصبح في فروق ما بين العلوم هذه، أنه أصبح في تخصصات والفروقات هذه، أنه صحيح التخصص مطلوب، لكن برضه أنك تكون أنت ملم كافة العلوم، هذا شيء مهم جدا خصوصا في المجال الإعلامي. أنت كصحفي مطالب أنك أنت تكون عندك شيء يجمع ما بين هذه العلوم والفنون والآداب. جاء التخصص بالعزلة وما يعرف بتفتيت الجماهير. إيش يعني تفتيت الجماهير؟ إحنا اتفقنا في السابق إنه الإعلام الجماهيري كان يوحد الأسرة، بمعنى إنه كان في إعلام جماهيري يوجه رسالة محتوى الإعلامي لكافة فئات الموجودة في الأسرة، فكان الأخبار تحتوي بأخبار عامة خاصة بالمرأة والطفل والجبر والموضوع الاقتصادي والموضوع السياسي وهكذا، المسلسلات وهكذا خاص بالأسرة. لكن مع التطور التكنولوجي ووجود وسائل الإعلام المختلفة أصبح في حاجة اسمها تفتيت الجماهير، إنه أنا ممكن أتواصل لجمهور محدد زي ما بتسمع بالتلفزيون الكابل أو بالقنوات الفضائية المشفرة، إنه صار في وسائل إعلامية خاصة بفئات معينة من الجمهور لا يستطيع الكل إنه يحصل عليها وتصل له الرسالة الإعلامية، وبالتالي أصبح الإعلام المتخصص هذا يفتت الجماهير لفئات معينة، إنه بده يقدم له الوجبة الإعلامية المتخصصة على حساب العلوم أو المجالات الأخرى، وهذا بيؤدي إلى إنه كل فئة من الفئات هذه عندها بكل اهتمامات وميول واتجاهات مختلفة عن الآخرين، وبالتالي ما فيش قضايا مثلا نقول قضايا مثلا مركزية بتهم كافة فئات المجتمع، برغم إنه في قضايا مركزية بتهم فئات قضايا عامة مثلا، لكن بنلاحظ إنه مثلا المجتمع الرياضي مثلا أو فئات الشباب مثلا بيهتموا بمجال معين رياضي، في فئة بتهتم، فبالتالي أنت قسمت المجتمع أو فتت المجتمع لعدة فئات مختلفة. هيك بنكون احنا خلصنا الفصل الأول بالنسبة لمساق الإعلام المتخصص، إن شاء الله تكون الأمور واضحة بالنسبة لكم، وقدرنا نميز ما بين الإعلام المتخصص والإعلام الجماهيري وأهمية الإعلام المتخصص ومميزاته وسلبياته وإيش مفهوم الإعلام المتخصص. المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ملامح وأنماط الإعلام المتخصص، هنتكلم عن مراحل تطور وسائل الإعلام وعلاقة وسائل الإعلام بالجمهور والعوامل التي تحقق مراحل التخصص والتفاعلية وملامح الإعلام المتخصص وأنماط الإعلام المتخصص. إن شاء الله الأمور هيك بتكون واضحة إن شاء الله، ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في أي سؤال أي استفسار ممكن من خلال البريد الوارد عندكم موجود عندكم تبعثوا رسائل، أو من خلال الزوم إن شاء الله اللي هنتواصل معكم بتم توجيه الأسئلة والنقاط هذه. فبالتالي يعني لما نسمع المحاضرة إن شاء الله بنكتب إيش المطلوب أو إيش النقاط المش واضحة عشان نناقشها مع بعض ونوصل لها إن شاء الله لتوضيح ولتفسير. تمام، هيك الأمور إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هه